اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، نرصد فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. في العرب اللندنيه، العراق يواجه التظاهرات بالاغتيالات، اغتيال نشط ثالث خلال اقل من 10 ايام. في الهيئة نت، هيئة علماء المسلمين تقول إن عمليات استهداف ناشطي ثورة تشرين تتزايد في ظل تصعيد حكومي خطير. في البصائر، يونامي تقول إن تواصل جرائم اختطاف الناشطين واغتيالهم في العراق متواصلة. في القدس العربي، رصاص الميليشيات وطعنات السكاكين يلاحقان الناشطين في العراق. في العربي الجديد، البرلمان العراقي يفشل في التوافق على قانون انتخابات جديد. في المدى، أوساط البرلمان الكتل تنصلت عن قانون الانتخابات وتلمح للعودة إلى سانت ليغو. وفي الشرق الأوسط، مسؤول أمريكي يقول إن الهجمات المدعومة من إيران في العراق تنذر بتصعيد خطير. ننتقل الآن وإياكم إلى زاوية المقالات، والبداية بهذا المقال وجاء في مطلعه. جاءت استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في نهاية الشهر الماضي بعد مجازر في الناصرية والنجف وبغداد. وقد تساءل البعض منا إن كانت الاستقالة ستوقف القتل في العراق. صحيفة القدس العربي تقول في افتتاحيتها إن الرد على هذا السؤال قد جاء باستراتيجية جديدة تبادلت فيها المنظومة الأمنية العراقية الأدوار مع الميليشيات المسلحة لاستهداف المتظاهرين من خلال عمليات القتل والاغتيال والاختطاف. بدأت الاستراتيجية بمحاولة بلبلة الجماهير المنتفضة بإنزال مظاهرات مقابلة لأنصار الميليشيات، تخلط في شعاراتها الغوغائية بين اتهام المتظاهرين السلميين بالعمالة لأمريكا وإسرائيل وادعاء الدفاع عن المرجعية الشيعية. كانت النقلة الثانية هي الهجوم على المتظاهرين بالسكاكين وطعن العشرات منهم، فيما ترافقت الحركة الثالثة مع الهجوم بالرصاص وخطف المتظاهرين وترويعهم واستهداف الناشطين عبر اغتيالهم بعمليات ذات طابع استخباراتي. وتقوم استراتيجية الخطف والاغتيال هذه على توجيه رسالة الترويع للحاضنة الاجتماعية لزرع الرعب فيها، كما تبين اختيارات القتلة لناشطين مصرين على السلمية على محاولات لإشعال ردود فعل عنيفة تكون مبرراً لإنهاء الثورة العراقية بالعنف. والواضح أن الشخصيات السياسية الواعية في الاحتجاجات أمثال فاهم الطائي وعلي اللامي يشكلون نقيض هذه الاستراتيجية. وتبين الاستجابات الجماهيرية الواسعة بالعودة إلى ساحات التظاهر بعد كل مجزرة تقوم بها السلطات والميليشيات وعياً ثورياً كبيراً لدى العراقيين، فيما تظهر المجازر والخطف والاغتيالات إحساساً متزايداً لدى الحكام والميليشيات بفشلهم في دفع الجماهير العراقية لردود فعل انتحارية، كما حصل حين منعوا محاولة اقتحام المنطقة الخضراء بعد تهديدات واضحة من أحد زعماء الميليشيات بقتل عدد كبير منهم. جاء في افتتاحية القدس العربي أيضا أن الصحيفة ترى بأن أهم ما يحصل حاليا في العراق هو أن الجبهتين اتضحتا وما عادت هناك أقنعة، فالميليشيات احتلت دور الحكومة المستقيلة علناً وصارت تتفاخر بالقتل وتعلن عنه على مواقعها الإلكترونية وتهدد به صراحة، وهو ما يجعلها عملياً تتحرك من خارج أطر القانون المحلي والدولي، ويبين للمتظاهرين أن انتصارهم الأول بإسقاطهم الحكومة جعلهم هم الشرعية ما داموا محافظين على تفوقهم الأخلاقي كمتظاهرين سلميين. الآن إلى مقال آخر وجاء فيه: لا تزال هناك صفحات لم تفتح من الوصفة الإيرانية لحل الأزمة العراقية، غير أن تلك الصفحات لا تخرج بعيداً عن نطاق استعمال العنف بطرق مختلفة ضد المتظاهرين من أجل إنهاء التظاهرات.
فاروق يوسف يرى في صحيفة العرب اللندنية أن إصرار المتظاهرين على سلمية احتجاجاتهم في مواجهة غزوات مسلحة قامت بها ميليشيات موالية لإيران يرى أنه الأسلوب الذي نجح حتى هذه اللحظة في إفشال الحلقات الأولى من الوصفة الإيرانية. يراهن البعض على أن الاستمرار في ذلك الأسلوب سيؤدي بالضرورة إلى أن تتوقف الأحزاب عن الدفع بالميليشيات إلى قمع المتظاهرين بالطريقة التقليدية التي صارت محط استهجان عالمي. شيء من هذا القبيل قد يحدث، غير أن الأحزاب لا تملك السيطرة الكاملة على الميليشيات. هناك ميليشيات مستقلة عن أي ارتباط سوى ارتباطها بالحرس الثوري من خلال زعيم فيلق القدس قاسم سليماني. لذلك فإن زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي لم يستند على مرجعية حزبية محلية حين أطلق تهديداته ضد المتظاهرين. كانت إيران هي مرجعيته الوحيدة، وكما اتضح من محاولات حل الأزمة من قبل الطبقة السياسية أن أحداً لا يملك أفكاراً تقع خارج دائرة النظام القائم على أساس طائفي. وليس صعباً على أي شخص متابع للشأن العراقي أن يدرك أن العلاقة العضوية بإيران هي واحدة من تلك المعادلات التي يجب الحفاظ عليها ويجب تطويرها على حساب مصالح الشعب العراقي. فليس مستبعداً أن تنقلب المعادلات فيكون الحالمون هم سادة الموقف إذا ما عجزت الميليشيات عن تنفيذ ما تبقى من الوصفة الإيرانية، خشية أن تستفز المجتمع العراقي بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من شخصيات النظام. ويختتم فاروق يوسف مقاله بقوله إن ما تفكر فيه الطبقة السياسية اليوم لن يكون ممكناً غداً، ذلك لأن الأزمة بالرغم من كل ما أحاط بها من التباسات إقليمية ودولية كانت ولا تزال عراقية ولم تتعرض لأي محاولة للتدويل. كان الحل بالنسبة إلى تلك الطبقة إيرانياً في حين يملك الشباب حلاً لأزمتهم العراقية. الآن إلى مقال ثالث. يصعب على العراقيين أن ينسوا مكائد قاسم سليماني وارتكاباته في بلادهم بعدما شهدوا تلك الليلة الوحشية الطويلة التي استل فيها ميليشياويون حاقدون خناجرهم وسكاكينهم المسننة من قراباتها ليمارسوا لعبة الطعن والإصابة التي سببت القتل المميت لعشرات من شباب العراق وفتيانه في ساحة الخلان ومرآب السنك. عبد اللطيف السعدون يقول في صحيفة العرب الجديد إن من صنع ذلك السيناريو الدموي هم وكلاء إيران الذين رسموا في الليل خريطة الأهداف ووضعوا الإحداثيات وحددوا قواعد الاشتباك. كم أما عراقية في تلك الليلة ثكلت بابنها الوحيد لأنه أراد أن يستعيد وطنه، كم أبا فجع بولده الشاب الذي أراد له أن يحيا في وطن. من كان وراء تلك المجزرة الدموية التي حصدت عشرات القتلى والجرحى؟ من وراء تلك الخطة الشريرة غير قاسم سليماني نفسه؟ رجل المهمات الإيرانية الصعبة الذي رأى أن لا سبيل لتفكيك الانتفاضة التي شكلت أمامه التحدي الكبير والرقم الصعب، وثبت عملياً أنها غير قابلة للترويض أو الاحتواء سوى في الإجهاز عليها في ليلة أحكم ظلمتها قطع التيار الكهربائي بأمر ماكر من جهة معلومة مجهولة، وأخفيت فيها السكاكين والخناجر المسننة والمسدسات الكاتمة للصوت تحت الثياب، ورفع فيها الشعار الزائف دعم المتظاهرين السلميين وكشف المندسين. وقد قدر سليماني ووكلاؤه أن تلك الخطة سوف تضمن القضاء على الانتفاضة التي أرهقت أعصابهم وأفقدتهم عقولهم وجعلتهم كالثيران التي تتصارع فيما بينها بأمل أن يبقى بعضها حياً، وصورت لهم آمالهم المريضة أنهم سوف ينعمون بنوم هانئ يستفيقون بعده على وقع تشكيل وزارة جديدة تنهض بمهمة إحياء العملية السياسية التي أوشكت على الموت وتضمن بقاءهم على الكرسي والكراسي زمناً أطول.
يتساءل عبد اللطيف السعدون قائلا: ما الذي يمنع من تكرار المجزرة اليوم وغدا وبعد غد؟ من يمكنه أن يكف أيدي أولئك الجناة المجرمين ويحيلهم إلى قاض عادل يثأر للأمهات الثكالى والآباء المكلومين؟ لا أحد يمكنه ذلك غير الثوار الذين أعطوا للوطن في 60 يوما، أعطوا أكثر من 500 شهيد و21,000 جريح كي يوقفوا المهزلة، ولم يبق سوى إطلاق رصاصة الرحمة على العملية السياسية الماثلة وصولا إلى إرساء معالم التغيير الذي يريده المتظاهرون. إلى مقال آخر: الهيمنة الإيرانية والمحصصة الطائفية وتقاسم السلطة بمبدأ الغنيمة وغياب رؤية سياسية واضحة وانتشار الفساد الإداري والمالي والبطالة جميعها مسببات للمظاهرات الشعبية في ساحات العراق التي طالبت بإنهاء الهيمنة الإيرانية وحالة التبعية للنظام الإيراني. جبريل العبيدي يقول في صحيفة الشرق الأوسط إن مطالبة الشعب العراقي في الساحات بإخراج إيران من المشهد كانت السبب في 7 مرات يتم فيها الهجوم والاعتداء على المتظاهرين ويسيل فيها أيضا الدم دون أي حماية. الدم المسال في ساحات بلاد الرافدين يحتاج تحركا دوليا عبر مجلس الأمن والمحكمة الجنائية لملاحقة المتورطين، ولا يمكن إيقافه بمجرد تغريدات لسفراء الغرب كسفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتن هوث والسفير الكندي لدى العراق أوليريك شانون في مواجهة حمام الدم في ساحات العراق. تبقى المطالبات الخجولة لبريطانيا وفرنسا وألمانيا للحكومة العراقية بحماية المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل وعدم السماح لأي فصيل مسلح بالعمل خارج سيطرة الدولة دون فائدة تذكر، إذ لا يمكنها وقف سيل الرصاص الإيراني عن أجساد المتظاهرين العراقيين الذين يطالبون بتحرير الإرادة العراقية ونبذ الطائفية. ثمن التغيير في العراق والتخلص من تركة بول بريمر ذات التركيبة والمحاصصة الطائفية هو سيل الدماء في ساحات العراق، في ظل تقارير منظمة العفو الدولية التي طالبت الحكومة العراقية بوقف استخدام القوة المفرطة وأن تأمر قوات الأمن على الفور بالتوقف دون أن تجد إجابة. ساحات العراق التي شهدت ترديد أغاني الرفض للحكومة بل ومقارعتها قابلها أتباع إيران بالرصاص المجهولة هويته للحكومة المعلومة لجميع العراقيين الرابضين في الساحات من أجل عراق خال من إيران والطائفية. الكاتب جبريل العبيدي ختم ما قاله بقوله إن إخراج إيران من العراق سيكون مكلفا للشعب العراقي، ففاتورة الدم أصبحت ثقيلة، إلا أنه لم يعد بالإمكان التراجع عن تحرير إرادة العراق، فالشعب العراقي قال كلمته رغم التهديدات، وما زال الشعب العراقي يطالب بإسقاط النظام الفاسد حتى يتحقق له ما يريد. نشر موقع ميدل إيست آي مقال للكاتب فنار حداد يقول فيه إن بناية المطعم التركي في ساحة التحرير تحولت إلى رمز غير مسبوق للحركة الاحتجاجية في العراق، ويشير الكاتب إلى أن البناية أصبحت مغطاة بالشعارات الوطنية والأعلام العراقية ومنظراً يستحق التصوير ورمزاً يمكن التعرف إليها. ويرى الكاتب كذلك أن ساحة التحرير منحت ميلاداً جديداً للعراق. يلفت الكاتب إلى أن جدلاً كبيراً يدور على مواقع التواصل الاجتماعي بين المتظاهرين حول ما إذا كان يجب تسمية ما يدور في العراق ثورة، مشيراً إلى أنه كما هو متوقع فإن الجدل يدور بين من هم أكثر حماساً للاحتجاج من ناحية والأقل تحمساً أو المعارضين من ناحية أخرى. ويقول الكاتب إنه زار ساحة التحرير عدة مرات ووجد أن هناك شيئاً لا شك فيه، أنه حتى لو فشلت الحركة الحالية في تحقيق ثورة سياسية وحتى لو لم تكن ثورة إلا أنها دون شك حركة ثورية حققت إلى الآن ثورة ثقافية. ويشير الكاتب إلى أن الخيام التي لا تعد
والتي تملأ منطقة الاحتجاج تعكس تنوع المجتمع العراقي، ففي أي يوم تجد في الميدان كل شيء من النشاط المدني إلى الحفلات الموسيقية إلى المسيرات القبلية إلى الطقوس الدينية. فثقافة التضامن ومشاركة الجميع التي أبقت ساحة التحرير هي بحد ذاتها إنجاز كبير. ويبين الكاتب أنه بالإضافة إلى البعد الثقافي المذكور أعلاه، فإن المظاهرات حققت فعلاً إنجازات سياسية مهمة، فتمكنت من الضغط على السلطات الدينية في النجف والضغط على الحكومة لتستقيل، واضطروا الطبقة السياسية لتبدأ في نقاش الإصلاحات الانتخابية. في ميدل إيست آي يتابع فنار حدد قائلاً إن تحديد أين يتجه العراق سيقرره في الغالب الطيف غير المتسق مع الأحزاب وداعميهم الأجانب، وعدم الاتساق في ذلك ناهيك عن سفك الدماء الذي شهدناه على مدى الشهرين الماضيين لا يترك مساحة للأمل على المدى القصير، مشيرا إلى أن المتظاهرين في ساحة التحرير ومواقع الاحتجاج الأخرى والعراقيين بشكل عام يستحقون أفضل من هذا الوضع بشكل عام. نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالة للباحث منقذ داغر يقول فيه إن التظاهرات الأخيرة في العراق هي من بين الاحتجاجات الأكثر دموية في التاريخ الحديث، ويستدرك الكاتب بأن التظاهرات في بغداد والمحافظات الشيعية الجنوبية حسب تعبيره قال إنه يجب ألا تبعث على الدهشة، فالحكومة ذات الغالبية الشيعية لم توفر الاحتياجات الأساسية لناخبيها، لكن كيف ينظر المشاركون أنفسهم إلى تلك الاحتجاجات؟ يقول الكاتب إنه في محاولة لفهم أفضل لديناميكية هذه المظاهرات وكيف يمكن التعامل مع مظالم المحتجين، قامت مجموعة بحثية بإجراء 1250 مقابلة مع متظاهرين في بغداد والمدن الرئيسة في جنوب العراق. ويلفت الكاتب إلى أن أحد أقوى الاستنتاجات التي توصل إليها الاستطلاع كان هو اهتمام المتظاهرين بالشعور بالأهمية، ففي استطلاع على مستوى البلد تم إجراؤه في وقت سابق من هذا العام قال 3 من كل 4 بأن حياتهم فقدت معانيها كلها، في الوقت الذي قال فيه 80% بأنهم شعروا بالكآبة على الأقل مرة خلال الأشهر 6 الماضية. ويستدرك الكاتب قائلاً لكن يبدو أن المشاركة في هذه المظاهرات غيرت المشاعر، فقال 94% من المتظاهرين بأن المظاهرات جعلتهم يشعرون أنهم أشخاص مهمون، فيما قال 97% إن مشاركتهم في المظاهرات جعلتهم أكثر افتخاراً بأنهم عراقيون. ويلفت الكاتب إلى أن المتظاهرين يطالبون بتغيير عميق للنظام السياسي بشكل عام وليس فقط للحكومة الحالية، وقبل استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قال 86% من المتظاهرين إنهم لن يتوقفوا حتى لو تم حل الحكومة الحالية، ولم يفعلوا، وليس من المتوقع أن يرضوا بإعادة تشكيل الحكومة بناء على تحالفات سياسية قديمة. على صفحات واشنطن بوست يضيف منقذ داغر مشيرا إلى أن المتظاهرين العراقيين أظهروا مقدرة غير عادية على مقاومة الانجرار إلى مربع العنف، مع أنهم خسروا كثيرا وهناك جهود كبيرة من الميليشيات المسلحة وقوات الأمن من أجل جرهم إلى التصرف بعنف، وبقي المتظاهرون مركزين ومصرين على تحقيق هدفهم في تغيير النظام السياسي إلى نظام يقوم على الكفاءة وليس على الانتماء إلى مجموعة محددة. نهاية المقالات الآن إلى هذا الخبر. أظهرت دراسة في ألمانيا أن سيارة وزير النقل والمواصلات الألماني أندرياس شوير هي الأكثر إضراراً بالبيئة من
بين سيارات أعضاء مجلس الوزراء الألماني بحسب ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط. وقالت الصحيفة إن خبراء منظمة أونفيلد هيفا لحماية البيئة أكدوا أن سيارة شوير هي الأكثر تسبباً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحقيقية، وذلك على الرغم من أنها سيارة هجين، أي تعمل بالبنزين والكهرباء. وكانت سيارة وزيرة العدل الألمانية كريستينا لامبريشت وسيارة وزيرة البيئة سيفينيا شولتسا وكلتاهما من الحزب الاشتراكي الديمقراطي كانتا أفضل قليلاً من سيارة شوير من ناحية حجم الانبعاثات، لكن وزارة النقل والمواصلات الألمانية رفضت ما ذهبت إليه المنظمة بشأن سيارة الوزير شوير، موضحة أن تعريف انبعاثات حقيقية الذي استخدمته المنظمة لا يتفق مع المعطيات بشأن الانبعاثات المعيارية الرسمية التي تصدر عن شركات صناعة السيارات الأقل بكثير مما يتضمنه هذا التعريف. الآن إلى الكاريكاتير. نهاية صدى الأقلام لهذا اليوم، طاب نهاركم وإلى اللقاء.